الأخت هدى، شكرا جزيلا أخت هدى، والله يحفظك، وعيد أضحى مبارك على الجميع إن شاء الله، راح يكون مقبل علينا قريبا. تقول هل أمكس وفيفارين يؤدي إلى تساقط الشعر، وما هو الحل لتكثيف الشعر؟ إذا كان الجواب نعم، شكرا جزيلا أختي هدى. يعني تساقط الشعر قد يحدث مع هذه الأدوية، بس مو فد شيء شائع، يعني مو معظم المرضى يصير عندهم هذا، يعني هذا العارض الجانبي، هذا عارض جانبي نادر، تمام. وإحنا دائما هدى يعني لما نتعامل مع هاي الأعراض لازم نسأل نفسنا هل هنالك سبب آخر لهذه المشكلة، لأنه مثل ما نعرف مثلا مسألة تساقط الشعر هي مشكلة تحدث لكثير من الناس بغض النظر عن إذا كانوا على أدوية نفسية أو لا. يعني إجابتي إليك هدى أنه نعم، هاي الأدوية قد تؤدي إلى تساقط الشعر، بس هاي فشي نادر مو شائع لهذه الأدوية، ولازم تراجعين مختص. مثلا عادة أطباء الجلد هم يشوفون حالات تساقط الشعر، فتشوفين مثلا هل هو بسبب نقص فيتامين، وبالتالي أخذ الفيتامينات قد يحسنه. ما هو الحل لتكثيف الشعر؟ والله أختي يعني هنالك أنا أشوف يعني أفضل شيء أنه تشوفين طبيب جلدي أمراض جلدية حتى يعطيك معلومات أكثر عن هذا الشيء. بس بشكل عام إحنا دائما الأطباء ننصح بالفيتامينات، فيتامينات متعددة تأخذيها، لأنه مثل ما قلت نقص الفيتامين هو واحد من الأسباب الشائعة لتساقط الشعر، بالإضافة طبعا إلى الاضطرابات المرضية الأخرى والوراثة. فأتمنى أكون أجبت عن سؤالك أختي هدى، شوية خارج اختصاصي، بس إذا تراجعين طبيب جلدية على مود هاي المسألة إن شاء الله تستفادين.